السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في الفيديو نشوفوا انشطه عدديه قياس صفحه 106 في كتاب النجاح في الرياضيات للسنه الخامسه ابتدائي. تمرين 5، احسب 5 على 3 زائد 4 على 7 زائد 6 على 5 زائد 8 على 13 زائد 10 على 5. اولا نحسب ما بداخل القوسين ثم نتمم. بالنسبة لخمسة على ثلاثة زائد أربعة على سبعة، المقام الموحد هنا هو أولا واحد المقامين، والمقام الموحد هو 21 أي ثلاثة في سبعة، 21 ثم خمسة في سبعة 35، وأربعة في ثلاثة 12 زائد كذلك نوحد المقامين، المقام الموحد هو 5 في 3 عفوا في 13 إذن 65، 6 في 13 78، ثم 5 في 8 40 زائد 10 على 5 ساوي 21، 35 زائد 12 47، ثم زائد 78 زائد 40 118 على 65 زائد 10 على 5. نضع قوسين أولا نحسب ما بداخل القوسين يساوي بالنسبة للمقام الموحد هنا أو نضع القوسين هنا، المقام الموحد هنا هو 21 ناقص 47 زائد 65، قعدنا 118 على 65 زائد نضرب 5 في 13 و 10 في 13 إذن 130 على 65 يساوي 47 على 21 زائد 248 على 65. ممكن أن نضع مقام واحد اللي هو 65، إذن 47 زائد 248. أولا نوحد المقامين هو عفوا 65 في 21، يبقى عندنا مقام واحد. المقام واحد ممكن نكتبو هاد الكتابة حتى هي صحيحة. وبالنسبة للبسط الأول 47 في 65 تساوي 3055 زائد 248 في 21 هي 5208 تساوي المقام هو 65 في 21 هو 1365، والبسط هو 3055 زائد 5208 هو 8263، وهذا الكسر غير قابل للاختزال إذا نخليه بحال هكا. 2.5 تساوي 25 على 10 زائد نوضع قوسين هنا وهنا، نحسبوا ما بداخل القوسين. اولا بالنسبة لواحد على ستة زائد اربعة على ثلاثة، مقام واحد هو ستة، اذا قلنا واحد على ستة زائد بالنسبة لثلاثة اربعة على ثلاثة نضرب البسط والمقام في اثنان، اذا ثمانية على ستة زائد واحد على اربعة وثمانية على خمسة، المقام واحد هو عشرون، نضرب المقام في المقام ثم البسط الاول في المقام الثاني والبسط الثاني في المقام الاول وهي 32، ثم يساوي 25 على 10 زائد 9 على 6 زائد 37 على 20 يساوي، إذن كذلك نوضع هنا قوسين، إذن المقام واحد هو 60، نقدر نوضع 60. بالنسبة
للبسط الأول 25 مضروبة في 6 هي 150، زائد 9 في 10 90، زائد 37 على 20 تساوي 60. 150 زائد 90 تساوي 240، زائد 20 ناقص 37. بالنسبة ل 240 على 60 نختزلوا هذا العدد، نقسموا البسط والمقام على 60 تساوي 4 زائد 37 على 20. بالنسبة هنا المقام واحد هو 20، نبدل اللون باش ما يظهرش الكتبة، إذا نكتب هنا تساوي. بالنسبة لكم غادي تكتبوا هذه العملية في الدفتر، غادي تكتبوا العملية ثم تجي هنا وتكتب تساوي وتكمل وتجي لعند تحت من تساوي وانت ما غاديين. انا فقط ما عنديش كيفاش نكمل ان هي البلاصه عندي صغيره. المهم كتبقى دائما تساوي تحت تساوي باش يكون الكتابه صحيحه ومعقوله. اذا المقام واحد هو كذلك 20. بالنسبه لاربعه هي 4 على 1، اذا نضرب البسط والمقام في 20 تساوي 80 زائد 37 بالأخير تساوي 117 على 20. كذلك مقام غير قابل للاختزال. تمرين رقم 6، اكتب العدد المناسب مكان النقاط. عندنا 0.0417 كيلومتر مربع تساوي 4.17 ديكامتر مربع، 0.001 مربع متر مربع تساوي 0.1 ديسيمتر مربع، ثم 3.348 متر مربع تساوي 4,348,000 مليمتر مربع، ثم 3.75 متر مربع تساوي 37,500 سنتيمتر مربع. ثم عندنا 2 سنتيمتر مربع تساوي 200 مليمتر مربع، و 16 متر مربع تساوي 0.16 ديكامتر مربع، 3.107 هكتومتر مربع تساوي 0.0، 3207 كيلومتر مربع، ثم 79 ديكامتر مربع تساوي 7900 متر مربع. بالنسبة للتمرين رقم 7، احسب مساحة الجزء الملون بطريقتين مختلفتين. لدينا هذا المستطيل والجزء الملون، وهذا هو المراد حساب مساحته. بالنسبة للطريقة الأولى، لدينا العرض ديال هذا المستطيل هو 1.5 سنتيمتر والطول هو 9.5 سنتيمتر. بالنسبة لمساحة المستطيل هي الطول في العرض، إذن نكتب مساحة أو مساحة الجزء الملون. بالنسبة للطريقة الأولى قلنا هي الطول اللي هو 9.5 نضربوه في 1.5 يساوي 14.25 سنتيمتر مربع. ثم الطريقة الثانية وهي مساحة هذا المستطيل ناقص مساحة هذا الجزء الأبيض. الجزء الأبيض كذلك مستطيل، إذا نأخذ أولا مساحة المستطيل، هذا المستطيل الكبير اللي العرض ديالو 5 سنتيمتر، إذا نكتبه 5 مضروبة في 9.5
نقص منها مساحة هذا المستطيل الملون بالأبيض اللي العرض ديالو هو 5 ناقص 1.5 اللي هي 3.5 نضربه في الطول اللي هو 9.5 كذلك يساوي مكتوب أولا يساوي 47.5 ناقص 33.25 يساوي 14.25 سنتيمتر مربع. إذن حصلنا على نفس النتيجة. بالنسبة للتمرين رقم 8 ضع وحسب لدينا 2:35 و25 ثانية مضروبة في 96. إذن نضرب 99 في 25 تساوي 2400 ثانية، ثم 96 في 35 تساوي 3360 دقيقة، ثم 96 مضروبة في 2 تساوي 192 ساعة. نحول من الثانية إلى الدقيقة، 240 مقسومة على 60، 2400 مقسومة على 60 تساوي 40 دقيقة. إذن نضيف 40 على 3360 تساوي 3400 دقيقة. بالنسبة الثانية صفر ثانية، ثم نحول من دقيقة إلى ساعة ونقسمها على 60 فيها 56. إذا نضيف على الساعة 56 والباقي هو 40 دقيقة، ثم نجمع 192 مع 56 تساوي 248. إذن 248 نحولها إلى اليوم، نقسمها على 24 نشوف كم فيها من 24، كم باقي من ساعة فيها 10 أيام والباقي 8 ساعات. إذن الخارج هو 10 أيام و 8 ساعات و 40 دقيقة، ثم 11 ساعة و 49 دقيقة و 56 ثانية مضروبة في 6، 6 في 56 تساوي 336 ثانية، ثم 49 في 6 294 دقيقة، ثم 6 في 11 هي 66 ساعة. 336 نحولها إلى الساعة، عفوا من دقيقة من دقيقة من ثانية نحولو لدقيقة نقسمو إلى 60، إذا الباقي 36 و 300 مقسومة على 60 هي 5، إذا نضيفو 5 على 294 غنحصلو على 9.92، ثم غادي نحولو 299 نقسمو على 60 العدد اللي غنلقاو نضيفوه للساعات، والباقي نخلوه بالنسبة للدقائق فيها 4 ساعات والباقي هو 59. إذا 36 دقيقة 59 ثانية، ثم 66 زائد 40 هي 70 ساعة. إذا 70 ساعة نحولو كذلك إلى اليوم، نقسمو 70 على 24 فيها يومان 2 يوم والباقي 22 ساعة. إذا الخارج هو يومان و 22 ساعة و 59 دقيقة و 36 ثانية. ثم صفحة 107 89
بالنسبة للتمارين 107 أنشطة عددية قياس وهندسة. تمارين رقم 9 اكتب العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون في كل شكل. بالنسبة للشكل الأول مجزء إلى 3 والجزء الملون هو 1، إذن 1 على 3. بالنسبة للنجمة مجزء إلى 2، إذن الجزء الملون ويمثل 1 على 2. ثم بالنسبة لهذا الشريط الجزء الملون هي 5 والشريط مقسم على 6، إذن 5 على 6. بالنسبة لهذا القرص مجزء إلى 3 والجزء الملون لدينا جزئان، إذن 2 على 3. بالنسبة للتمرين رقم 10 مساحة المعين هي 16.74 سنتيمتر مربع. أحسب مساحة المستطيل ثم مساحة الجزء الملون. إذا لاحظنا لدينا مستطيل والوسط ديالو عندنا معين. بالنسبة للمعين عندنا مساحة هي 16.74. إذا خدينا هذه الأجزاء وضعناها بالداخل غادي يعطينا معين، نفس المعين اللي هو هذا المعين الأبيض. إذا زحنا هذا المثلث هنا ثم هذا المثلث نمشي لهنا ثم هذا المثلث غادي يجي لهنا أو غيجي لهنا هنا المكان ديالو، ثم يبقى لنا هذا المثلث الى زحناه غادي يجي في بلاصه هذا المثلث. اذا غادي نحصلوا على معين. اذا مساحه هذا المستطيل هي مساحه المعين مضروبه في 2، ونكتب مساحه المستطيل هي 16.74 سنتيمتر مربع مضروبة في 2 تساوي 33.48 سنتيمتر مربع، ومساحة الجزء الملون هي، إذا مساحة الجزء الملون هي مساحة هذا المعين، إذا تساوي 16.74 سنتيمتر مربع. تمرين رقم 11 ارسم لدينا مساحة مربع مساحته 4 سنتيمتر مربع. بالنسبة لمساحة المربع هي الضلع في الضلع، اذا 2 في 2 هي 4، اذا الضلع ديال المربع هو 2 سنتيمتر. لذلك ناخذ 2 سنتيمتر ثم ناخذ العمودي كذلك يساوي 2 سنتيمتر، ناخذ البركار على فتحة 2 سنتيمتر، نجي من هذا الرأس ندير قوس ثم من الرأس الثاني نكمل المربع. مربع له 4 زوايا قائمة. ثم معينة مساحته هي 4 سنتيمتر مربع. بالنسبة للمعين مساحة ديالو هي القطر الصغير زائد مضروبة في القطر الكبير مقسومة على 2، إذن 4 مربوعة في 2 تعطينا 8، نعلم أن المساحة نضربوها في 2 تساوي 8، وهذه 8 هي القطر الكبير في القطر الصغير. اذا نختاروا ان القطر الصغير هو يساوي 2 سنتيمتر والقطر الكبير هو 4 سنتيمتر. اذا ناخذ 4 سنتيمتر
هو القدر الكبير. نجيو لعند المنتصف ديالو اللي هو 2 ونضعو القطر الصغير عمودي عليه بحيث يساوي 2 سنتيمتر، وهاد القطرين يتقاطعان في منتصفهما، اي نخلو هنا 1 سنتيمتر وفي الجهة الأخرى كذلك 1 سنتيمتر. نمدد أولا ونكمل الرسم المعين. ثم مثلث مساحته هي 4 سنتيمتر. مساحة المثلث هي القاعدة مضروبة في الارتفاع مقسومة على 2، إذا ضربوا 4 في 2 تعطينا 8، و 8 تساوي 4 في 2، إذا نختار القاعدة هي 4 سنتيمتر والارتفاع هو 2 سنتيمتر، إذا ناخذوا 4 سنتيمتر وناخذوا الارتفاع اللي كيكون دائما عمودي على القاعدة ويكون عنده 2 سنتيمتر. قياسه هو 2 سنتيمتر، إذن اختاروا هذا هو. ثم نشأوا المثلث، ثم نمر للصفحة 108 أنشطة هندسية. بالنسبة للتمرين رقم 13، ألف أرسم نقطتين مختلفتين أو إف بحيث أو إف تساوي 5 سنتيمتر. كيف نرسم الدائرة التي قطرها إف ومركزها هو أو؟ داء، أرسم هذه الدائرة داخل الإطار. بالنسبة كيف نرسم الدائرة في التي قطرها إف هو 5 سنتيمتر ومركزها هو أو؟ نأخذ منتصف القطعة إف اللي هو 5 مقسوم على 2، وغادي يكون هو المنتصف هو او، وبالتالي او هو مركز الدائرة. نجول عند هذا المربع في هذا الإطار فنرسمو الدائرة، ناخدو 5 سنتيمتر، ناخدو او و اف بحيث تساوي 5 سنتيمتر، و او تكون هي منتصف هاد القطعة، إذن هذه هي او وهذه هي اف، ونشأو هاد الدائرة التي شعاعها هو او 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 اف. إذن هذه هي الدائرة. ثم تمرين رقم 14، احسب محيط ومساحة المضلع ا ب س د او اف. هذا هو المضلع. بالنسبة للمحيط هو مجموع هاد القياسات، إذا عندنا 2.5 و 2، عفوا 2.5 و 2.5، إذا ناخدو 2.5 مضروبة في 2، عندنا 2.5 و 2.5، ثم 5 و 5 نضيفو 2 مضروبة في 5، لا 5 جوج ديال المرات، و 2.5 جوج ديال المرات، ثم زائد 2 زائد 3.5 زائد 4.5 ثم زائد هذه المسافة، عفوا أو القياس اللي هو 7 سنتيمتر. بالنسبة ل 3.5 كذلك مضروبة في 2، لأن عندنا هذه المسافة حتى هي 3.5 نضربو في 2، 35.5 سنتيمتر. بالنسبة للمساحة لدينا مساحة هذا المستطيل زائد مساحة هذا المربع زائد مساحة هذا المثلث ومساحة هذا المثلث. إذن أولا مساحة المستطيل اللي هي 7 سنتيمتر مضروبة في
3.5 7 في 3.5 زائد مساحة هذا المستطيل هي 4.5 مضروبة في 3.5 زائد مساحة هذا المثلث هي القاعدة مضروبة في الارتفاع مقسومة على 2. القاعدة هي 4.5 مضروبة في 2 ومقسومة على 2 زائد مساحة هذا المثلث اللي هي كذلك القاعدة اللي هي 7 ناقص 2.5 4.5 مضروبة في الارتفاع اللي هو 2.5 وكذلك مقسومة على 2 مساحة هذا المستطيل زائد مساحة هذا المستطيل ثم مساحة هذا المثلث زائد مساحة هذا المثلث تساوي 50.375 سنتيمتر مربع. 8.15 أرسم مماثل الشكل بالنسبة للمستقيم D. لدينا الشكل هو على شكل مثلث ودائرة. دائرة مركزها هو رأس هذا المثلث والمستقيم D هو هذا هو اللي غيكون محور التماثل بالنسبة لهذا الشكل. باش نرسمو هذا الشكل أو مماثلة هذا الشكل نمدد أولا هذا الارتفاع ديال المثلث نمدو ثم ناخذ بركار ناخذ هذا القياس باش نحدد الرأس ديال المثلث ومركز الدائرة أو اللي هو في نفس الوقت مركز الدائرة ثم إن مماثلة هذه النقطة بالنسبة لهذا المستقيم هي هذه النقطة ومماثلة هذه النقطة هي نفسها ومماثلة هذه النقطة هي نفسها إذا نكمل إنشاء المثلث ثم إنشاء الدائرة ناخذ اولا قياس الشعاع ناخذ بالبركار اللي هو هذا ننشئ الدائره انطلاقا من هذه النقطه اللي هي مماثله النقطه او بالنسبه للمستقيم د هذه نسموها او شرطه او فتحه او او بريم. ثم تمرين 16 ألف أتم الجدول التالي. لدينا مربعات أو قياس مربعات لدينا A و B و C لدينا الضلع المراد هو حساب المحيط والمساحة. ثم بالنسبة للمربع A لدينا 4 لحساب المحيط 4 في 4 أي الضلع في 4 إذن يساوي 16 سنتيمتر. نكتب 16 سنتيمتر. بالنسبة للمساحة هو الضلع في الضلع بما أن عندنا الضلع هو 4 إذا 4 في 4 كذلك 16 سنتيمتر مربع. بالنسبة للب لدينا 28 ونحسب الضلع لما نعرفه على المحيط هو أنه هو محيط المربع هو يساوي 4 في قياس الضلع ولمعرفة الضلع من خلال المحيط ناخذ 28 نقسمه على 4 تعطي 7 إذن 7 سنتيمتر. حساب المساحة الضلع في الضلع الضلع يساوي 7 إذن 7 في 7 49 متر مربع. ثم المربع C لدينا المساحة اللي هي 25 سنتيمتر مربع نقلب على الضلع أولا ثم المحيط. بالنسبة للمساحة الضلع في الضلع 25 تساوي 5 في 5 إذن قياس الضلع هو 5 إذن نكتب 5 سنتيمتر. بالنسبة للمساحة الضلع في 4 إذن 5 في 4 يساوي 20 سنتيمتر.
ثم ب يتم الجدول التالي. لدينا بالنسبة للمستطيل بنفس الشيء كما ملأنا هذا الجدول. إذن لدينا المستطيل A، الطول هو 3 سنتيمتر، العرض هو 2.5 سنتيمتر، المحيط هو الطول زائد العرض مضروب في 2 تساوي 11 سنتيمتر. ثم بالنسبة للمساحة، الطول في العرض اللي هو 3 في 2.5 تساوي 7.5 سنتيمتر مربع. ثم عندنا بالنسبة للمستطيل B، لدينا العرض ولدينا المحيط. بالنسبة للمحيط دائما بالنسبة للمستطيل هو الطول زائد العرض مضروب في 2. إذا نأخذ المحيط نقسمه على 2 يعطينا 16، ثم نقسم على 6، إذا الطول هو 10 سنتيمتر. بالنسبة للمساحة هي الطول في العرض اللي هي 10 في 6 تساوي 60 سنتيمتر مربع. ثم بالنسبة للمستطيل C، لدينا الطول هو 7 سنتيمتر والمساحة هي 21 سنتيمتر مربع. نقلب أولا على العرض. بالنسبة للمساحة هي الطول في العرض، إذن ما هو العدد اللي نضربه في 7 يعني 21، إذن هو 3، إذن العرض هو 3 سنتيمتر مربع. ولحساب المحيط ديال هذا المستطيل، إذن الطول زائد العرض اللي هو 10 مضروب في 2 هو 20 سنتيمتر.